أهلا بكم من جديد. إذا تحولت الأحياء السكنية بولاية وهران في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك إلى مكب للنفايات بسبب الرمي العشوائي للقمامة، وهذا بعد امتلاء الحاويات المخصصة للرمي، فأصبحت بقايا الأضاحي الموضوعة في الأكياس مرمية في كل مكان، الأمر الذي أثار استياء السكان. بوعلم ليلام رصد التالي. كما يقول لك المعنيين بالامر هما لاميري، حنا نطلبوا من هذا المعنيين بالامر باش يديروا حل لهذا المكان، ما يخلوش الوسخ هنايا. هذا عيد عواشير، عندك لنا الشريط قيس هنا بوزلالي في الهيدورات جلاق حدا كوليجات، نطلبوا من السلطات يجوا يشوفوا هذا الامر. اي في قريب 20 عام ولا 30 عام هكا، كل عام هكا كل عام هكا، قال لك انا داير بيرمانونس يجوا ينقوا ما والو. اي قاعده هكا هكا وكاين شكوليجات. فيما يخص هادو لي زوردير هادو الاوساخ لي يوم العيد يترموا بدون عقل بدون تفكير، حنا دوله وامه اسلاميه امه تاع نظافه، ود الوسخ ماشي مليح، والتماطل تاع البلديات بكل صراحه ثاني عنده دور كبير يلعبه، البلديه ما تقوم بالدور تاعها ما فيها والو، يوم العيد دير دوره. إلى ولاية الطارف، فإن تعيش البراءة بمركز طفولة المسعفة ببلدية بن مهيدي على وقع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، أين تسعى إدارة المؤسسة بطاقمها صناعة الفرح وبعض الدفء العائلي المفقود رغم فقدان هؤلاء الأطفال لحنان العائلة، أين قسم تلفزيون النهار فرحة هذه الفئة فرحة العيد. محمد بن كموخ رصد التالي. أنا الكباش يعيدوا معنا ناس. الناس تهني الدباغي وكامل الوليد وأكرم وأشرف هما ربيات هما ربيات كون يتلموا يخرجونا برا نحوسوا. في الحقيقة العيد الفوتو كيغنى من الناس هنا يذبحونا ويشونا ونوكلوا، وفي أجواء احتفالية عائلية. طاقم التأطيري في المؤسسة يعني ما يخصنا شيء، ما يخصنا شيء، وزاد نضيف كلمة نشكركم على حضوركم. صباح أتمنى السبعة يفطروا من بعد نجيبوا الكباش أنا وزميلي من الطباخ نذبحوهم ويكونوا العملية هما حاضرين فيها، نديهم المشوى هاي كما هنا المشوى، نديهم الفيل الصلاة وجو عائلي سما. تقريبا نفس الشعور بنفس الروتين، نفس الأطفال في المنزل والله هنا كيف كيف نتعامل معهم بنفس المعاملة، يكون مربي قريب ليهم ديما مساكن يعاني وديما تفكر والديه وديما يسقسي، وكان جينا في الدار وكان جينا الجو أسري ديما يتمناو جو أسري مهما دير لهم يتمناو جو أسري. نمر مشاهدينا إلى موضوع آخر، حيث طلب العديد من سكان ولاية عين تيمشنت بتحديد أسباب تراجع وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة هيبة ثانوية البشير الإبراهيمية التي تعد أعرق وأقدم وأكبر ثانوية بولاية عين تيمشنت، عرقة امتدت لامتياز نتائجها ضمن ثانويات الولاية. كمال بعز عبيد رصد التالي. الثانوية نتاع الشيخ البشير الإبراهيمي على مستوى ولاية عين تيمشنت كانت تعرف بأول ثانوية من حيث النتائج، من حيث نوعية الأساتذة، حتى نوعية التلاميذ كذلك، يعني كان دائما ثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي كانت تتصدر المراتب الأولى في النتائج تاع البكالوريا خاصة، والآن رانا نشوفوا بأنه النتائج تدهورت، ما ناش عارفين هذا الإشكال. ثانوية البشير الإبراهيمي كانت يعطى بها المثل، إلا في السنوات الأخيرة لماذا هذا التقدم إلى الوراء؟ هذا سؤال يبقى موجه للاختصاص والمفتشين، نتمنى باش يتلقوا له حل. مدير التربية لولاية عين تيمشنت أكد أنه سيعمل على رد الاعتبار للثانوية. عريقة، وعملنا خلال مجيئي السنة الماضية على توفير التأطير البشري، والحمد لله هذه السنة كذلك استلمنا تم تعيين مدير جديد من أحسن المديرين على مستوى الجهة، وبتضافر جهد الجميع سنعمل جاهدين على الآن ثانوية البشير الإبراهيمي تعمل باكتظاظ كبير، الآن بفتح ثانوية في الجديدة المقاربة لها سنعمل على تخفيف عليها وتحسين من نتائجها مستقبلا ان شاء الله.
في الحين يشتكي أصحاب المستثمرات بولاية سيدي بلعباس من إنجاز السلطات لقنوات صرف الصحي تصب بمستثمراتهم، الأمر الذي أضر كثيرا بمحاصيلهم الزراعية، حيث طلبوا بتدخل السلطات المعنية لحل هذا المشكل الذي أصبح يهدد صحة السكان. صار لالمي رصد التالي. وراكو شتوا الوضعية تاع هذه لاسينيسمو اللي دارها رئيس البلدية بدون استدعاء لأصحاب المزرعة ولا بدون تقرير لأصحاب الفلاحة، ولا ما كانت رخصة جاتنا من عند أصحاب الفلاحة ولا من عند صاحب البلدية. احنا عايشين منها، ناكلوا منها، رزق تاعنا، هما راهم يزعقوا علينا، هذه هي. ومن جهته رئيس بلدية سيدي الحسن طمأن المواطنين والفلاحون على حد سواء على أن المشروع لن يضر مستثمرتهم وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. هذا راه كاين حوالي 250 سكن راهم يعانوا، جابوهم راهم بدون طرقات، لاسينيسمو جابوها لنا هنا لادلاب، حطوا لنا الريزو عند الطريق وراحوا ما علموناش. احنا كي قاعد الماء يخرج شتنا الماء قاعد يخرج، درنا جبنا تاع الهيدروليك تاع قطع الري، درنا هنا الاستيماسيون، درنا الفيش تكنيك، وجدناها، عطيت البونت كوموند لونا شهرين وانا نتبع فيهم باش يكملوا لنا هذا المشروع، ما كملوش، الغينا المقاول، راه منطلق في العمل، وجاوا هذ المواطنين وتلاقينا معاهم هنا في السيت وتفاهمنا، وقال سي الله يسهل، اعطونا الكروكي، اعطيناهم الكروكي تاعهم، قال لك اعطونا الكروكي باش نشكو على روحنا باش يخلصونا، قلنا لهم الله يسهل. في الحين دائما وبالمثيل أصبح مشكل انعدام الكهرباء الريفية بمثابة الهاجس الذي رهن استغلال مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية وعرقل الأفاق المستقبلية للفلاحين في رفع الإنتاج وتنويع. التفاصيل مع فاروق خضراوي ونجم وكرش. في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على تشجيع البرامج الفلاحية وتنميتها، إلا أن الوضع مغاير تماما بولاية المسيلة، فأغلبية الفلاحين ما زال يؤرقهم مشكل الكهرباء الريفية الذي رهن استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. نهار الأول وعدونا بعام باه يجينا التريسيتي، اليوم عدنا 10 سنين نحن نقابلوا، المواتر تكسروا، الشجرة ماتت، أنا بنفسي عندي 1300 شجرة ماتت تامة، قعدت 300. هذه 11 منيارك، شو اللي راح يخسرها؟ شكون؟ شكون اللي راح يتحمل المسؤولية نتاعها نتاع الدولة؟ وحنا خسرنا اكثر من 11 مليار تاع الدوله برانسنا بعناهم هنا في هذه البلاصه هذه. غياب الكهرباء واعتماد الطرق التقليديه في جلب مياه السقي او استعمال المحركات التي انهكت قواهم في ظل الاستهلاك المفرط لماده المازوت جعل الكثير منهم يعجز امام هذا الوضع. وعدتنا وزاره الفلاحه باه يكون فيه تسجيل اضافي حتى نمس جميع المستثمرات الفلاحيه اضافه الى الكهرباء الريفي. نظن في الدارك هذا في المخطط الخماسي المقبل ان شاء الله. نداءات الاستغاثه ومناشده الفلاحين لايجاد حل لهذه المعضله وما يقابلها من بطء كبير رغم اعتراف السلطات المحليه بوجودها، فهل ستتحرك لحلها وتطبيق تعليمات الحكومه الراميه للنهوض بالاقتصاد الاخضر؟